فعلت ألمانيا اليوم المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن خلية أزمة شكلت الآن داخل الوزارة للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة السبعة الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل. وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وفي هذه المرحلة فإن أمن الإمدادات بالغاز تضمنه ألمانيا. وبخصوص هذا الموضوع نتابع توضيحات خبير شؤون الطاقة عامر البيات متحدثا للزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط. هذه مسألة يجب دول أوروبية خاصة ألمانيا أن يفكروا بها مليا. ألمانيا تستورد الغاز الروسي وكذا الكثير من الدول الأوروبية، والحقيقة هم أرسلوا وفود إلى قطر وإلى الإمارات، ولكن لا أعتقد يستطيعون عاجلا تعويض عن الاستيراد للغاز من روسيا، وروسيا لن تمتنع عن تزويد أوروبا خاصة ألمانيا، ولكن يطالبون الدفع بالروبل، وإذا يعارضون لحد الآن سيقطعون عنهم في يوم ما الغاز للاستهلاك المنزلي والمعامل في ألمانيا خاصة. دول أوروبية تقول لا يستطيعون تنفيذ الطلب، لكن في النهاية إذا تأزم الموقف روسيا تقوم بمنع الغاز وتدفقه إلى أوروبا خاصة إلى ألمانيا، ولن يكونوا متفائلين في المستقبل قريب أو بعيد.